لا اليوم يعني مرة أخرى الكاف بينت أنها يعني خارج الإطار تماما، وبينت أن الكاف تعمل تحت أوامر المخزن المغربي، لأن اليوم يعني شيء ولا مفهوم، شفناها في الشان، شفناها في عدة مناسبات. نظن أن اليوم يعني تقريبا فوزي لقجع هو من يتحكم في دواليب هذه الكونفدرالية الإفريقية. نقول أن هذه الكونفدرالية يعني بصمة عار عليها مرة أخرى، لأن اليوم يعني هذه القضية لازم عليها تأخذ أبعاد يعني كما نقولوا احنا يعني خطيرة، لأن اليوم الكل يعرف أن قوانين الفيفا المعمول بها في العالم أن لا لتدخل للشعارات السياسية في كرة القدم، وحتى لا تدخل يعني للسياسيين في كرة القدم. لما تعلم أن يعني فوزي لقجع بمثابة وزير المالية في المغرب، واليوم هو أيضا من يعني يرأس الجامعة المغربية لكرة القدم، أنا تفهم أن كان الكيل بمكيالين في بعض الأحيان بين يعني الدول المشاركة. ولذلك نظن اليوم يعني على الفاف وعلى حتى يعني بعض الفيدراليات الأخرى الدواف مونتي وكرينو، يعني لازم الدواف ديمونسي هذا الكومبورتمون تاع لا كونفيدراسيون، لأن اليوم خلاص هذه الكونفيدراسيون تجاوزت كل الخطوط.